بمناسبة فوزه بعضوية مجلس الأمة عن الدائرة الثانية، حضر إلى مقر النائب بدر الملا عدد من أبناء الدائرة لتهنئته بالفوز بالمقعد النيابي، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. نبارك للأخوين الفاضلين بدر الملا وعبد الله الكندري على نيلهما ثقة الناخبين والناخبات في الدائرتين الثانية والثالثة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهما التوفيق إن شاء الله. طبعا بكرة إن شاء الله سيؤديان القسم في قاعة عبد الله السالم، وصالة عن نفسي ونيابة عن أختي وأخواني أعضاء مجلس الأمة، نبارك لهما ونسأل الله سبحانه وتعالى لهما التوفيق، وإن شاء الله يتمكنا من تحقيق طموحات المواطنين وبالعمل الجماعي مع أخوانهم في مجلس الأمة لتخطي العديد من التحديات التي نواجههم، ولنساهم جميعا في تسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي في مجلس الأمة إن شاء الله. هم أربع ملفات تحديدا أفصحت عنها في ندوة الانتخابية. الملف الأول وهو شفافية الدولة في إدارة الصندوق السيادي والمركز المالي، الملف الثاني هو ملف الجنسية، الملف الثالث هو ملف التمويل العقاري، الملف الرابع هو ملف مكافحة الفساد. والله أنا طلبت اليوم من المجلس أن إذا كان في إمكانية للدخول إلى اللجنة المالية أو اللجنة التشريعية أو لجنة الميزانيات. والله دكتور بدر الملا يعني من العناصر الكويتية الشابة واللي دائما كانت واعدة، واختياره من قبل الناخبين واختيار مستحق لكفاءة وطنية. نبارك الدكتور الأخ والزميل كذلك، وأنا قلت عنه المستقل صاحب الرؤية هو إضافة للسلطة التشريعية بما يملكه من قدرات. أتمنى أن يجد مكانه المناسب في اللجان التشريعية